والزميل راشد يتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، متابعينا ومستمعينا الأفاضل، أرحب بحضراتكم من جديد بانطلاقة جديدة بمنافسة مميزة هنا على أرضية هذا الميدان في ملتقى الأصايل وتحديات الشعارات، وأيضا انطلاقة شوط الختام شوطنا 20 والذي خصص للجعدان المهجنات الأصايل من فئة الإنتاج. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشاركين. أبدأ مباشرة إلى المركز الأول، إلى الصدارة، إلى معزب، إلى معزم اللي على المركز الأول على صدارة الشوط بشعار ثلاب بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري على صدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني حرب، حرب لسالم بن علي بن هياي المنصوري يا راعي وهيلة، يتقدم بحرب ويقدم شعاره ويقدم انطلاقاته ويقدم أداءه المميز هنا في هذا العالم الساحر، يتقدم في هذه اللحظات. بينما المركز الثالث من اللي وصل، وصل ملفت لأحمد بن حمد بن ساعد الدرعي، بينما المركز الرابع صايب مكتوم بن سعيد بن محسن الفلاحي، والمركز الخامس يتقدم في هذه اللحظات على خامس المراكز في هذا الانطلاق المميز. هذا هو الواصل على المركز الخامس، سياف لمحمد بن سعيد بن محمد المطوع الخيارين. سادس المراكز وصول من الضبي حمود بن حمد بن حمدان الوهيبي، بينما المركز السابع فوصل في أدهم محمد بن عويض بن حمد العامري. وثامن المراكز هذا هو قرضاب سلطان بن سعيد بن محسن الفلاحي. وتاسعا هنا مع هذه الانطلاقة المميزة، تاسع المراكز مبعد السهيل بن سالم بن سعيد الخيالي، ولكني أعود إلى المركز الأول، أعود إلى معزم، معزم على الصدارة، معزم على المركز الأول لثلاب بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري، يتقدم على الصدارة، يتقدم على القيادة، يتقدم على الريادة. يواتي هنا في هذه اللحظات مع معزم، مع معزم، ولكن بن هياي، ولكن بن هياي مع حرب سالم بن علي بن هياي المنصوري، يبحث عن الانتصار، يبحث عن الفوز راعي غير، يقدم لنا شعار دائما في جميع المحافل، يأتي بهذه الانطلاقة المميزة عين على المزاين وعين على المركاض، يأتي هذا الشعار المميز. بينما المركز الثالث ملفت يا ملفت أحمد بن حمد بن ساعد الدرعي، بينما سياف يأتي بالمركز الرابع في هذه اللحظات لمحمد بن سعيد بن محمد المطوع الخيارين. وخامسا الوصول من صايب لمكتوم بن سعيد بن محسن الفلاحي، يتحرك بشعاره، يتحرك بأدائه، يتحرك بقوة المنافسة. ولكني أعود إلى المركز الأول، أعود إلى الصدارة، إلى التغيير، إلى التغيير اللي طرى، اللي جرى، اللي بدأ، اللي تقدم. هذا حرب، من أعلن الحرب على الجميع، حرب سلمية في داخل الميدان، هذه الحرب المحبوبة. ولكن بن هياي، بن هياي يفرد جناحيه، يفرد جناحيه مبكرا وينطلق إلى المركز الأول. سال
سالم بن علي بن هياي المنصوري، بينما المركز الثاني ملفت احمد بن حمد بن ساعد الدرعي، وصل على المركز الثالث وصل لهب لمحمد بن عتيج بن زيتون المهيري، رابعا مع الخيارين يقدم لنا سياف. ياهو شوط، ياهو شوط، ياهو صراع، ياهو نزاع، ياهو قوة بالانتاج، بالانتاج، كل انتاج غالي، كل انتاج غالي، ولكن الدرعي وابن هياي، الدرعي وابن هياي في حوار اخير، في حوار صريح، وابن زيتون يقدم بشعاره، يقدم بشعاره، ياهو شوط، ياهي معركة، ولكن الدرعي، الدرعي قادر، الدرعي قادر ويطير مع ملفته، مع ملفته اللي على المركز الاول احمد بن حمد بن ساعد الدرعي. طار بن ساعد، طار بن ساعد وشمر عن ساعدي، شمر عن ساعدي وانتزع المركز الاول، ولكن المجازف، المجازف، المجازف قادم، قادما مع لهب، والتهب الشوط، التهب الشوط، ولع الشوط، دخن الشوط، شوط الختام. ولكن تهانينا لمالك ملفته احمد بن حمد بن ساعد الدرعي على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. المركز الثاني لهب محمد بن عتيق بن زيتون الميري، المركز الثالث حرب سالم بن علي بهياي المنصوري، المركز الرابع كان مع ادهم محمد بن عويضه بن حمد العامري، المركز الخامس صايب مكتوم بن سعيد بن محسن الفلاحي. اذا متابعينا الكرام، معركه واداء كبير حملت المنافسه والمتعه ما بين الأسماء، ولكن استطاع بن ساعد أن يفوز بناموس هذا الشوط منتزعا لهذا الأداء الجميل. إذن ملفت أحمد بن حمد بن ساعد الدرعي تهانينا له، والناموس على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار الجميل. لحظات الوصول، سبع دقائق و 31 ثانية و 96 جزءا من الثانية هو التوقيت للمركز الأول. تهانينا ناموس، بينما وصل لهب بالمركز الثاني لمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري توقيته الزمني. سبع دقائق 33 ثانية وسبعة أجزاء من الثانية، بينما أتى حرب المركز الثالث سالم بن علي بن هياي المنصوري، وتوقيت المركز الثالث وتوقيت حرب اللي أدى أداء رائع يشكر عليه ويشكر مالكه راعي وهيله. هنا سبع دقائق 36 ثانية أو سبع دقائق 35 ثانية وخمسة وسبعون جزءا من الثانية، بينما أتى بالمركز الرابع أدهم محمد بن عويضة بن حمد العامري. التوقيت الزمني للمركز الرابع سبع دقائق 36 ثانية وثلاثة وثلاثون جزءا من الثانية، بينما المركز الخامس صايب مكتوم بن سعيد بن محسن الفلاحي.